فذلك غنجيو ناخذ حتى اللاعب الا تم المنافسه عليه بالاقناع. حنا غادي لاكان لاكان خص صافي قناعه هنا كنتحدثوا على فمنتخب غادي يجيب لقب. هادو اختيارات مدرب اختياراته تحترم. الان نشوفوا العمل زيد على هذا غنشوفوا المنافسه الافريقيه واشنو غتعطيك. كتختلف بزاف السهيب، راه كتختلف ما بين الكار كيهبطك في ملعب البيت حدا الفيستير حدا البيتنيس حدا الفيستير، وما بين فرق ما بين ما كاينش حتى في افريقيا ما بين مدينه ومدينه ما كاينش لا طروت. وي انت تعرف السهيب راك مشيتي لافريقيا، حنا مشينا لافريقيا تتنقر بحال كنت غادي تقول لك حنا 50 متر 50 متر ديال ديال فلافريك راه بحال غادي المسافر. وي عاد واش ممكن الحاجه الوحيده حاليا شات ايوب مازال في شحال هذه منتخبات راكم كيدوا معهم الماكله. اه وي كيمشي الطباخ كيمشي كل شيء. لا وكانوا لاعبين كيدير الماكله، دابا راه ولات كتمشي طياره بيان كيبي غادي على هاد اللوازم ما بقناش نعطيها، ولكن كيبقى الاداء المجهود كذلك الثقه والرغبه سي اسمع والرغبه. وي اللاعبين الان كاين شي لاعبين خصوصا عفوا كاين شي لاعبين ياسين بونو وامرابط وزياش بوفال ويوسف مصيري هادو اللي خصهم يجروا المنتخب القطيره القطيره لانهم كذلك اسماء ديالهم جواب. هاد الجيل اللي وصل رابع عالميا ما يكونش اول افريقي، حنا حيت حنا درنا انجاز مختلف، حنا حكمنا على الكره العالميه على الكره الافريقيه على الكره. الان خصنا نرجعوا خصنا ناكدوا الانجاز ديالنا في كوب دي موند في لا كوب دي موند باش غيجيب بالعمل وبالمجهود وبالاراده اللاعب. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.